المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. الذكرى الرابعة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. البطريرك باتسابالا يدعو رعايا الكنائس للمشاركة بالمرحلة الجديدة للسينودوس. وزارة الأوقاف الأردنية تحتفل بأسبوع الوئام بين أبناء المذاهب والأديان. وفيها أيضاً المحبة رغم الاختلاف، حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. دور النساء في بناء السلام كان محور كلمة قداسة البابا فرانسيس خلال استقباله المشاركات في مؤتمر نظمته الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، وعقب ترحيبه بالحاضرات اللواتي يمثلن 12 ديانة عالمية، شدد الأب الأقدس على أهمية هذا اللقاء كونه مخصصاً للاستماع إلى خبرات النساء في الحياة العامة، مبيناً أن السلام يجب السعي إليه بإشراك أكبر عدد من السيدات الناشطات، لأن المرأة بمرونتها وذكائها تستطيع أن توجه العالم نحو السلام. وفي ختام كلمته شجع الأب الأقدس جميع النساء المشاركات في المؤتمر على مواصلة التعاون فيما بينهم من خلال تبادل المعارف والخبرات العملية التي ستمنحهن القوة والإبداع. وجه غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا دعوة إلى كافة رعايا الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط للمشاركة في المرحلة الجديدة من السينودوس خلال الفترة الممتدة من 12 وحتى 18 من شهر شباط الجاري، داعياً لعيش هذه المرحلة بالصلاة لكي تثمر الثمار المنشودة من الشركة والمشاركة والنمو. وطالب غبطته الأديرة والرهبانيات والرعاية والجمعيات والحركات الرسولية لدعم هذه المرحلة السينودسية بصلواتهم، مستمدين إلهامات الروح القدس على أولئك الذين يطيعون نداءه. وزاد غبطته: أؤكد على الثقة بصلاتكم ومرافقتكم الروحية التي تساندنا في هذه المسيرة، وأطلب من الرب الرحيم القدير أن يبارك كل واحد منكم ويبارك عائلاتكم ومجتمعاتكم. وفي الجليل شمال فلسطين وبمناسبة عيد التطويبات، ترأس غبطة البطريرك باتسابالا قداسا احتفاليا، وذلك في مزار جبل التطويبات الواقع في طبرية شمال فلسطين، بمشاركة عدد من المطارنة والأباء الكهنة وطلاب معهد أم الفادي. وتحدث غبطته في عظته عن الأمور العميقة في التطويبات الواردة في إنجيل متى، والتي تكشف لنا سر السعادة في العيش لأجل الآخرين. وأضاف: نرفع صلاتنا اليوم طالبين نعم الروح القدس لنكون شهوداً أمناء للمسيح، ناشرين حبه وفرحه لكل شخص نلتقي به في هذه الكنيسة. شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة، وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وبمناسبة مرور 4 سنوات على توقيع هذه الوثيقة، أعدت نورسات التقرير التالي. يحتفل المجتمع الدولي في 4 شباط من كل عام باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات ومصر والبحرين، وذلك عقب اللقاء الذي عقد قبل 4 أعوام في أبوظبي بين قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي أسفر عن التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. ففي شهر شباط من عام 2019 استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميا، وذلك بهدف التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة
تقوم على احترام الاختلاف، وطالب كل من قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية، لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن حق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان. ومن هنا فقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة، وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة من أجل مستقبل زاهر للبشرية جمعاء والوصول إلى السلام المنشود واحترام الاختلاف، حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الحفل الذي أقامته الوزارة بعنوان الأردن أنموذج الوئام بين أبناء المذاهب والأديان، بالتعاون مع دائرة قاضي القضاء ودائرة الإفتاء العام والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني، وذلك في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين. المزيد في التقرير التالي. بدأت الأربعاء الماضي أعمال الأسبوع الوئام بين الأديان الذي تقيمه سنوياً وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في العاصمة عمان ومختلف محافظات ومدن المملكة. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الذي افتتح أعمال الأسبوع مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الوئام هو طريق العيش المشترك والتفاعل الإيجابي الذي تحصل فيه الأمة على مقاصدها ومصالحها العليا بعيداً عن أمراض التعصب والتشرذم. وأشار الوزير الخلايلة إلى أن أسبوع الوئام وفر أرضية دينية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر، وأن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي لتقديم الأردن كأنموذج حقيقي للوئام. نجتمع اليوم في هذا الحمى العربي العزيز مسلمين ومسيحيين موحدين في إطار المحبة والاحترام لكي نبعث للعالم برسالة الوئام الحقيقي ونموذجها الحي الصادق، فالعالم اليوم أحوج ما يكون لمثل هذه الرسالة في ظل ما يشهده من اضطرابات خطيرة تعصف به وبمنطقتنا وبلداننا العربية والإسلامية، أبرزها ما يحدث في فلسطين المحتلة وما تتعرض له مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من انتهاكات على يد الاحتلال، وهي فرصة للتذكير بالخطر الداهم على أتباع الأديان كلها. فالوئام في أدق معانيه هو احترام الآخر. ومن جهته قال مفتي المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن المسلمين والمسيحيين في هذه البلاد كانوا وما زالوا يشكلون انموذجاً في الإنسانية والوئام، ويزرعون قيم المواطنة الصالحة تحت الراية الهاشمية التي بايعها الناس بمحبة وموالاة. يعد التعايش السلمي من القيم الاجتماعية الأساسية للمجتمعات العالمية، ولا يمكن أن ينهض أي مجتمع إلا بالتعايش السلمي المستند إلى الأدلة العلمية والأصول الدينية ونبذ التطرف والإرهاب والتكفير الذي هو عدو للتعايش السلمي. مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأبنبي الحداد أشار في كلمته إلى أن نموذجية وئامنا في الأردن نابعة من القيادة الهاشمية التي جعلت الجميع على الأراضي الأردنية يعيشون بأمان
مؤكدا افتخاره برسالة عمان ودعوتها للسلام والرحمة. اليوم يتجدد إيماننا والتزامنا جميعا بدورنا جميعا كشهود للوئام، إنه ميزة تستحق أن نحافظ عليها ونمنع المساس بها على قاعدة احترام حرية الجميع. والأردنيون عندما يتلون آيات إنجيلهم وقرآنهم سيعشقون الأرض أكثر ويقتربون من بعضهم أكثر ويستذكرون تضحيات الأولى والشهداء وفضل كبرائنا الذين شيدوا، فيجسدون كلنا الأردن كلنا للوطن وحدة في الصف والتفافا حول العرش. بدوره قال سماحة قاضي القضاء عبد الحافظ الربطة إن هذا الحدث السنوي الذي كان ثمرة جهد كبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ليكون مناسبة عالمية أممية يؤكد أهمية الحوار البناء واعتباره أساساً بعيداً عن فكر التطرف والغلو ورفض الآخر. وإننا إذ نلتقي اليوم بهذا الحدث السنوي أسبوع الوئام بين الأديان لنستذكر فيه معنيين رئيسيين: الأول الرؤية الملكية الهاشمية والاهتمام من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه، والجهد الذي بذله ويبذله للتذكير والتأكيد في كل المناسبات المحلية والعالمية على سمو قيم المواطنة وقيم التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الشرائع السماوية وجعل ذلك ثقافة عالمية واجبة السيادة والاعتبار بعيداً عن أي فكر غال يعمل معتقدوه والمنظرون له إلى الإنعزال أو إلغاء الآخر أو اعتباره عدواً لمجرد الاختلاف معه. والمعنى الثاني ضرورة مراجعة دول العالم، حكومات وواجهات وجهات ومفكرين ومنظرين لهذه المفاهيم ومدى انطباق الواقع عليها أو انحرافه عنها سواء في بلاد المسلمين أو في غيرها، والتأكيد على محاربة ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الاجتماعي انطلاقاً من خطاب الكراهية أو الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية، ليبقى العالم واضحاً في رؤيته للوئام بين أتباع الشرائع المتعددة. حضر الاحتفال رجال دين إسلامي ومسيحي، والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ومفكرون وأئمة وضباط من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وحشد من القطاع النسائي. يشار أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2010 لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف وتعزيز التفاهم والتعاون بين الناس بغض النظر عن الدين والمعتقد. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة الليتورجية الإلهية من كنيسة تجلي المخلص في البلد بعمان، وفي عظته قال سيادته: إننا نستعد لدخول زمن التريودي ومنه نحو الفصح والقيامة المقدسة، وعلينا أن نتخلى عن كبريائنا ومراكزنا الاجتماعية لنتقدم بتواضع واثقين بمحبته الشخصية لكل منا. اليوم المسيح أجا خصيصاً لريحة من أجل زكا وتجول في شوارعها حتى يلتقي بزكا، وعشان هيك حكى له أسرع وانزل، يعني ما تأجل. وهون انتبهوا لهاي النقطة، التوبة ما بتتأجل، هاي الفرصة بالالتقاء للمسيح مش راح تجيك، رأساً لازم تستغلها. حكى له اسرع وانزل، تعال هلأ رأساً، أنا اليوم جاي عندك. قديش مهم إنه التوبة ما نأجلها،
لأنه كتير مرات نحن عنا مرض التأجيل، إنه نأجل. وكتير مرات في حياتنا منضلنا نحكي يلا مش هلأ، بكرة، بعد ما أخلص المدرسة، بعد ما أخلص الجامعة، بعد ما أشتغل، بعد ما أتجوز، بعد ما يجوني الأولاد، بعد ما يصير أجوز أولادي، بعد وبعد وبعد. ودائما منأجل ونحن نبرر. إنجيل اليوم بحكي لنا ما في أي تبرير إلك، عليك إنك تسرع حتى تلتقي بالمسيح، والمسيح رح يأمن لك كل شيء. وفي نهاية الخدمة سلم سيادته قدس الأب جورج خوري مهامه الرعائية مع الأيكونوموس بولس. عاون المطران في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة بعنوان ليكونوا واحدا. استضاف خلالها سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، الذي تحدث عن لقاء رؤساء وممثلي كنائس المملكة في مناسبة أسبوع صلاة الوحدة، مبيناً أن السيد المسيح أسس كنيسة واحدة لتجمعنا، لكن خطايانا كانت السبب في انقساماتنا. إلى الحوار، كونوا معنا. ساعة من الصلاة أحسسنا بها بضرورة ليس فقط أن نصلي، بل أن تتحد قلوبنا بالصلاة وفي العمل أيضاً، من خلال العمل للإحسان والعمل من أجل العدالة، وهو شعار نتركه لكم لتتحدثوا عنه. شو الاحتفال الأمس يا سيد؟ إذن احتفال الصلاة من أجل وحدة جميع المسيحيين هو احتفال تقليدي من أكثر من 100 عام في الكنيسة الجامعة، وتم الاتفاق ما بين المجلس الكنائس العالمي مع المجلس البابوي لوحدة الكنيسة من أجل الاحتفال السنوي بين 18 و25 من كانون الثاني بالصلاة من أجل وحدة جميع المسيحيين. هذا الأسبوع يلتقي فيه كل مسيحيين العالم، كل مسيحيين العالم يصلوا من أجل هذه النية. والصلاة مهمة بالنسبة لنا لأنه سيد المسيح أسس كنيسة واحدة، ولكن إحنا البشر وإحنا خطايانا اللي أدت إلى هذه الانقسامات اللي موجودة. فحتى أنه نعود إلى هذه الوحدة تتطلب أولا توبة القلب، توبتنا جميعا كمسيحيين عن خطايانا وعن كبريائنا من أجل أن تعود وتتوحد هذه الكنيسة. في كل عام هذا الأسبوع هو أسبوع الصلاة. ما يميز هذا العام وجود جميع ممثلي الكنائس في الأردن، من رؤساء مجلس رؤساء الكنائس في الأردن والراهبات وعدد من الكبير من المؤمنين، وهي علامة على رغبتنا الحقيقية في وحدة الكنيسة. هذه الوحدة التي تبدأ كما قلت بالصلاة، بصلاة التوبة إلى الله. تبدأ هذه الوحدة بالصلاة للروح القدس، أن الروح القدس هو الذي يجمعنا. إحنا البشر خطأ ونبتعد بعضنا عن بعض بسبب خطايانا، ولكن الروح القدس هو الذي يجمعنا. فلذلك نتوجه بالصلاة للروح القدس طالبين أن تتوحد القلوب وأن تتوحد بالمحبة أولا، حتى نستطيع أن نحل خلافاتنا فيما بيننا. المطلوب أن تكون هنالك محبة مسيحية حقيقية فيما بيننا. أصدر غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين كتاب تعيين جديد للشماس الدائم عماد حنا متاروة، يتضمن إلحاقه بمكتب رعوية العائلة لما للشماس متاروة من خبرة طويلة في المحكمة الكنسية، والتي ستساعده في خدمته الجديدة لمعاونة الأب بشير بدر المسؤول عن المكتب. من جهة ثانية، عين غبطة البطريرك مار أغناطوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المطران جاك يعقوب نائباً بطريركياً في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة. وبهذه المناسبة يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأصدق التهاني للشماس عماد متاروة والمطران مار أنتيموس جاك يعقوب، متمنياً لهما التوفيق لما فيه خير الكنيسة. بعد اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين باب الجديد في القدس وإدخال الخوف لسكان حارة النصارى والمس بالرموز الدينية في هذا الحي المؤدي إلى كنيسة القيامة، أصدر مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة بياناً أدان فيه هذه الهجمات وتصعيد العنف في مدينة القدس،
وأهاب المجلس بالسلطات السياسية والدينية أن تعمل على إعادة الهدوء إلى المدينة المقدسة، داعيا أن تبقى القدس حاضنة للمؤمنين من جميع الأديان وليست رهينة الجماعات المتطرفة. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة والأباء السلزيان في بيت لحم بعيد القديس يوحنا بوسكو، وذلك بإقامة قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والرسمية وحشد كبير من أبناء المدينة، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. تحت رعاية المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتيني في القدس، أقيم القداس الاحتفالي بمناسبة عيد القديس يوحنا بوسكو مؤسس وشفيع الأسرة الثالثية، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان وبمعاونة رئيس الدير وحشد كبير من الكهنة والشمامسة، وبتنظيم من مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة بقيادة القائد فؤاد سلمان. امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والمؤمنين، وبحضور الأستاذ حنا حننية رئيس بلدية بيت لحم وممثلي المؤسسات الرسمية، والقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي والمفوض الكشفي لمحافظة بيت لحم، والقائدة عايدة بابون عضو المكتب التنفيذي والمفوضة الإرشادية للمحافظة، والقائد جدل الهواش عضو مفوضية بيت لحم، وقادة المجموعات الكشفية في المحافظة وأفراد كشافة السلزيان. وفي كلمة المطران الشوملي والذي تحدث عن حياة دون بوسكو والمراحل التي عاشها، حث لأن نقتدي بنهجه في الأعمال والأفعال اليومية، وأن نعيش السلام وخصوصا في هذه الأيام التي نمر بها. هذا العيد يعني لنا أمرين، الأمر الأول أهمية التربية، كان دون بوسكو مربي فذ عبقري سابق لعصره، عرف أن التربية تتم بالإقناع والمحبة وليس بالتعنيف والإكراه. اثنين، دون بوسكو صاحب شفاعة قوية، نطلب له منه السلام لهذه الأرض المقدسة والممزقة اللي بتعيش في هذه الأيام أحداث عنف غير مسبوق وغير مبرر. نطلب السلام لفلسطين، للسلام المبني على العدل، نطلب للشعب الفلسطيني كرامة واستقلال، ونصلي أيضا من أجل السلام في العالم. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. وبعد إعطاء البركة للمؤمنين انتهى القداس الاحتفالي على وقع أنغام معزوفات على الآلات النحاسية من قبل كشافة السلزيان، وبعدها أقيم حفل استقبال في مسرح الدير وتقديم التهاني للأسرة الثالثية. في مناسبة احتفال السنة بعيد القديس يوحنا بوسكو، أريد أن أقدم للجميع أهل تهاني عشان يكون السنة بركة ومقدس، وإن شاء الله تعطينا السلام في أراضي المقدسة، وشكرا. طبعا إحنا اليوم موجودين للاحتفال بعيد القديس يوحنا بوسكو شفيع السلزيان، طبعا بتنظيم الأباء السلزيان، برعاية الأباء السلزيان وبتنظيم من مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة، اللي إحنا بننظم كل سنة هذا الحدث المقدس، هذا الحدث الكبير إلنا ولكل أفراد مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة. طبعا إحنا بنشكر كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كل الحضور، كل الخوارني، سيادة المطران ويليام الشوملي راعي هذا الاحتفال والكهنة المشاركين بالقداس، نشكر كل المجموعات الكشفية والقادة الكشفيين اللي بيشاركونا كل سنة بهذا الاحتفال، وطبعا اكيد بنشكر جوكة كشافة السلزيان والفرقة النحاسية لمجموعة كشافة السلزيان اللي بيقوموا بدورهم في هذا الاحتفال على اكمل وجه كل سنة. بنشكر اكيد فضائية نورسات اللي بتكون دائما متواجدة في كل المناسبات الدينية اللي بتخص دير السلزيان ورهبنة السلزيان وكشافة السلزيان على تغطيتهم وحضورهم ونقلهم لهاي الفعاليات كل سنة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان بيت لحم.
نظم ملتقى النهضة العربية الثقافي بعمان ورشة عمل بعنوان الشباب وصناع المحتوى، الدوافع والتحديات والبدائل. تضمنت الورشة التي أدارها رئيس الملتقى باسل الطراونة جلسات حوارية للخبراء والمشاركين، ناقشوا خلالها عدة محاور أهمها نوافذ مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للمشاركة والتعبير إضافة إلى المحتوى الإلكتروني. وقد تركزت حوارات المشاركين حول صراعات المجتمع الذي فرض نفسه على الفضاء الرقمي وصناعة القرار. احنا اليوم ضمن سلسلة لقاءات ملتقى النهضة العربي الثقافي الإعلامي في منظمة أرض، نسعى دائما لخلق عناوين مهمة تمس المجتمعات وتبين مدى التطور الملحوظ في الماكينة الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي والمحتوى أيضا ومضمون المحتوى. أخذنا على عاتقنا ضمن برنامج جيل جديد ويؤسس لحركة شبابية نهضوية تقود شبكات الميديا من نطاق بدءا من المحتوى الذي يفيد المجتمعات والقيم الاجتماعية والقيم الاقتصادية وحتى القيم السياسية بالتأكيد والقيم الفكرية. نحن ننطلق من منطلق يعني واجب المؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بشكل عام الالتفات إلى ما يدور في محتوى الميديا بشكل عام وتزويد هذا المحتوى وإمكانية تزويده بأهم المعلومات التي من الممكن أن يعني يرتكز عليها الناشط والمتفاعل والمتفاعلة مع شبكات التواصل الاجتماعي. بالتأكيد المحتوى يجب تزويده بمضامين هامة تمس قضايانا العربية والإسلامية والقضايا الدينية والقضايا العروبية وأيضا القضية الفلسطينية، وهي محور مهم من محاور نقاشنا مع الجيل الجديد حتى يكون لها مكان أوسع وأشمل في تلك المضامين التي تكتب من خلال يعني النشطاء في هذا الإطار وفي هذا المجال. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحر، حلقة متميزة بعنوان المحبة رغم الاختلاف. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب نبيل الحداد للحديث حول أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، فإلى هناك. لما منقول المحبة بالرغم من الاختلاف، الاختلاف الديني، الاختلاف العرقي، الاختلاف العقائدي، الاختلاف حتى وجهات النظر بين النفس. نعم. متساويين يعني. نعم. لأنه السيد المسيح لما قالنا أحبوا بعضكم بعضا ما ميز بين المحبة مع الشخص الفلاني، أحبوا من يحبكم، أو أنه الإنسان يود من يوده، يعني شو الغاية في هناك من إنجيل القديس حب أنه بعد إذنك يا أبونا تفضلي أسرده، اللي هو من لوقا أحد لوقا الثاني. إنجيل لوقا، قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا، وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وأيضا قال: وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. عم بفكر إنه في ناس كتير بيشوف إنه ما في محبة، وبيشوف إنه العلاقات التنشن أصبح فيها هو الأساس المحور والمركز حول الذات وتحقيق المصالح الشخصية وغياب هاي المحبة. بفسره أنا بحكي المحبة لا تسقط أبدا. نعم. ولكنك عندما تصبح لا تراها فاعلم أنك قد سقطت.
حلو. أنا اللي بكون سقطت، مش هي ثابتة. نعم. المحبة لا تسقط. لا تسقط. إذا غابت في بيت بين زوجين، إذا غابت بين إخوة. نعم. إذا غابت بين زملاء، إذا غابت في مجتمعاتنا، فبيكون الشخص هو لما بيسقط بيبطل الليفل للمحبة يشوفها. نعم. فبيقولك ما في محبة، ما في محبة، بدك ترتقي. نعم. بدك تسامح، بدك تغفر، بدك ما توقف عند الإساءة. يسوع زي ما حكيت الدكتورة حكى بداية، حبوا أي فضل لكم إذا حبيتوا اللي بيحبوكوا، بس أنت أحبوا باركوا حتى مين وصل الأعداء اللي نعم. بأذوني الناس نعم. اللي عم بزعجوني، ما بالك في علاقاتنا مع بعض إذا في سوء تفاهم، إذا في خلاف، إذا في هيك نسقط المحبة وبنفوت على السريع على خط النار، تشتعل الحرب، بصير الإيذاء والنميمة وكل الصراعات بداخلنا. هذا الأسبوع الأول من شهر شباط مخصصاً لنشر ثقافة الوئام. نعم. وكان أصل هذه المبادرة أن تكون منابرنا الدينية. نعم. وبيوت العبادة، كنائس، مساجد، معابد على مختلف ألوانها وأشكالها وانتماءاتها العقائدية والدينية، أن تكون منابر لنشر الحب، رسالة الوئام منها إلى الآخر. نعم. بالعادة أنا بالكنيسة أعظ وأخطب وأعطي دروس حول المسيحية وحول الأخلاق المسيحية وحول الإيمان المسيحي. نعم. اليوم أنا كصاحب منبر للوعظ علي التزام أدبي أن أنقل رسالة الحب المسيحي في حب أخي وفي نشر الوئام. لهذا السبب نعم. نرى العالم كله يحتفي بالوئام بنشر ثقافته في كل هذه الأصقاع. بهذا وصلنا أعزائنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الذكرى الرابعة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. البطريرك بتسبالة يدعو رعايا الكنائس للمشاركة بالمرحلة الجديدة للسينودوس. وزارة الأوقاف الأردنية تحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.